أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: موضع عضة الكلب للصيد هل تقطع؟ يتسامح فيها يا أخي، يتسامح فيها لعاب كلب الصيد، يتسامح فيه ولا يغسل. ما ورد أنهم كانوا يغسلون عضة كلب الصيد، هذا من التشدد الذي ما أمر الله به. الله جل وعلا يقول: كلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل واغسلوه. نعم.